أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا لكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر
Yeah.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل وننزل من ولا نزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قل كل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.